بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس يمكن حالة على اتفضل دكتور محمد. الكلام اللي قاله الدكتور محمد فيما يخص التعدي على الـ يعني الجسور والمجاري المائيه والمنشآت المائيه، وزي ما احنا شايفين احنا كدوله بنحاول ان احنا نسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعاده كفاءه منشآتنا المائيه بالكامل. يعني كان النهارده الصور اللي انتم شفتوها ديت اللي خاصه بشكل الترع وحالها، ده كان بيأثر على حال الناس، يعني كان بيخلي الناس مش قادره تستفيد بالميه، ويمكن الزراعات بتاعتها بتتأثر وكلام من هذا القبيل. اذا الدوله بتقوم بدور، وكمان المواطنين عليهم دور والتزام. الدوله بتقوم بدور ايه؟ ان هي احنا فعلا يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، لو انتم النهارده كحكومه رجعتم الاجراءات اللي اتعملت خلال السبع سنين دكتور مصطفى في كافه القطاعات والمجالات، وقلت ان ده كان تطوير محتمل لغايه 2052، انا اتصور ان احنا قطعنا طبقا للمعدلات اللي تم تنفيذها خلال المده ديت. المفروض ان الكلام ده يتعمل في ال 20 30 سنه الجايين، حاجات كتير منها، لكن احنا قلنا ان احنا كنا متاخرين كتير، وبالتالي لابد ان احنا نتحرك بمعدلات اسرع واعمق بكتير مما كنا، حتى لو كان التخطيط كان ممكن يتلبى على لغايه 52 او كده. وبالتالي انتوا كمان كمصريين محتاجين تساعدونا. انا بتكلم مش بقول لك على منشآت، انت تعديت على منشآت خاصة